فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. لذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، حتى إنه وهو في سياق الموت وهو يقاسي من سكرات الموت ويضع يده في الماء وينضح به وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى مساجد أنهم يصلون عنده، فالمسجد هو المكان الذي يصلى فيه سواء كان مبنيا أو غير مبني، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أنها يصلى فيها، فهي مسجد بمعنى أنها صالحة للسجود والصلاة فيها. الصلاة فيها، إلا في هذه المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأشدها عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى تعظيم القبور والتعلق بالأموات، ثم دعاؤهم من دون الله عز وجل واتخاذهم شفعاء أو أولياء يقربون إلى الله بزعمهم، وهذا ما أنكره الله على المشركين الأولين، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي حملهم على عبادة هؤلاء الأموات، أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله. الله أبطل هذا ونهى عنه، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ومقاتلة أهله حتى يتركوه.